إذن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء المستفيدين من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021-2022، وذلك تزامنا مع نتائج الدورة التكميلية للثانوية العامة التوجيهي. فمشاهدينا، ما هي أعداد الطلبة المستفيدين من هذه المنح والقروض؟ وما هي الأسس التي تم اعتمادها سواء على المنح أو حتى القروض؟ أيضا، ما هي ضمانات الشفافية في آلية حصول الطالب على تلك المنح والقروض؟ كذلك في سياق هذه الحلقة سوف نناقش مسألة القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية، وما هي الأعداد المقررة للقبول؟ أيضا، ما هي التخصصات المطروحة للقبول؟ وما هو المشبع منها والراكد؟ وفي سياق الوضع الوبائي الحالي في المملكة، ما هو البروتوكول الذي سوف يعتمد في الجامعات للفصل الدراسي المقبل في ظل أمر الدفاع 35؟ كل هذا وغيره مشاهدينا الكرام سوف نناقشه بشكل موسع مع ضيفي هنا في الاستوديو، مع مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي الأستاذ مهند الخطيب. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند. أهلا وسهلا سيدي. يعطيك العافية، جاي فورا من الوزارة. من الوزارة نعم. يعطيك العافية. وإن شاء الله في سياق هذه الحلقة سوف يكون معنا الطالب أشرف أبو شلباية، وهو متقدم لصناديق القروض الداخلية والمنح الداخلية أيضا، وطالب محمد عمبي وهو طالب ثانوية عامة للفرع العلمي ونجح في الدورة التكميلية الأخيرة. لحظات ونبدأ إن شاء الله. إذن يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع فيسبوك. قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، قال إن الوحدة سوف تطلق مطلع الأسبوع المقبل موقعها الإلكتروني محدثا بجميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها الطلبة للتقدم بطلبات قبول موحد للجامعات. أتوقع الخطيب أن يتم الإعلان عن بدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية الحالية في منتصف الأسبوع المقبل. كما ودع الخطيب جميع الطلبة الناجحين للمسارعة في الحصول على جرعتي المطعوم ضد فيروس كورونا حتى يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي. أوضح أيضا أن بدء التدريس في الجامعات وفي الكليات الرسمية سوف يكون بتاريخ 27 من شهر شباط، في حين أن بدء التدريس في الجامعات والكليات الخاصة سوف يكون بتاريخ 6 من شهر آذار المقبل. إذن تفاصيل أكثر مشاهدينا حول المنح والقروض إضافة إلى البروتوكول الذي سوف يعتمد في الفصل الدراسي المقبل، وأيضا ما هو المطلوب لطلبة التنسيق القبول الموحد. عود ورحب بضيفي هنا من جديد الأستاذ مهند الخطيب. أستاذ مهند، أهلا بك من جديد، يعطيك ألف عافية. يا هلا سيدي، الله يسعد مساكم ومسا جميع المشاهدين. حياك الله. إذن اليوم تم إعلان أسماء من استفاد من المنح والقروض في الجامعات، نأخذ اليوم تفاصيل أكثر، من هم الذين استفادوا، كم عددهم نسبة لمن تقدم؟ تفضل يا سيدي. بداية أسعد الله مساءك ومساء جميع الإخوة المشاهدين أستاذ طارق، وشكرا على هذه الاستضافة. اسمح لي بداية قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أتوجه باعتذار لي باسمي شخصيا وباسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كوني ناطق إعلامي باسمها لكل الطلبة وذويهم. إحنا كانت الوزارة قد أعلنت بأنه نتائج الترشيح النهائية للمنح والقروض ستعلن قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط 2002، يعني كان المفروض تعلن قبل يوم الاثنين الماضي، ولكن تأخرنا هذه 3 أيام. بنعتذر ونتفهم حالة الضغط والقلق اللي كانت عند الطلبة وذويهم، ولكن حقيقة كان هناك مجموعة من الإجراءات الفنية التي حاولت الوزارة من خلالها أن تعظم استفادة أبنائنا الطلاب، وحاولت الوزارة أن يعني توسع شريحة الاستفادة. كنا نتحدث عن أن العدد سيلامس 45,000، اليوم العدد الذي تم إعلانه للاستفادة من المنح والقروض الداخلية هو 47,646 طالبا وطالبة، من أصل 74,486 من الطلبات التي استوفت الشروط بعد النظر في جميع الاعتراضات الإلكترونية التي تقدم بها الطلبة، وبذلك تكون نسبة الطلبة الذين حصلوا على ترشيح المنح والقروض هم 64% من إجمالي عدد المتقدمين. في عنا 51% من هؤلاء الطلبة حصلوا على قروض، في حين أن 49% من الطلبة المرشحين حصلوا على منح كاملة وجزئية. إذا 51 حصلوا على قروض. نعم.
و49 على منح. حصلوا على منح ما بين منح كاملة وجزئية. طيب أستاذ مهند، يعني بخطر على بال الطلب اليوم قبل أن نتحدث عن موضوع ما هي الشروط التي بالأخير تفرز من يستحق المنح ومن يستحق القروض، أسألك على موضوع أنه هل التوجه في قناعة لدى الوزارة أن يجب أن أذهب إلى القروض أكثر من المنح مثلا يكون أوفر على الوزارة؟ لا سيدي، شوف، هلأ أولا في تعليمات تحكم عمل صندوق دعم الطالب، وهذه التعليمات تتحدث على أن المبالغ المتوفرة في الصندوق سنويا توزع ما بين 60% للقروض و 40% للمنح الجزئية، ولكن إذا كما ذكرت لك المنح الجزئية والكاملة وصلت إلى 49%. ليش؟ الهدف من ذلك سيدي أنه أحد الموارد المالية التي تحافظ على استمرارية وديمومة هذا الصندوق. أنا العام الماضي فدت 50,000 طالب، هذا طيب. العام استفاد 47,000 طالب، لذلك الوزارة حريصة على استمرارية وبقاء هذا الصندوق، وبالتالي جزء من هذه المبالغ التي يتم منحها للطلبة كقروض الهدف منها أن تستمر في تغذية هذا الصندوق حتى يستمر في عمله بشكل دائم في المستقبل. طيب أنت قلت في سياق كلامك أنه السنة الماضية فدت 50,000، السنة هي 47,000، الرقم عم ينزل وعدد الطلاب عم بيزيد. إذا قارنته بأعداد الطلبة المتقدمين تجد أنه العدد بالعكس، العدد مش عم ينزل. العدد المتقدمين العام الماضي كانوا 63,000 طالب اللي دخلوا على المنافسة، في حين أنه هذا العام عدد الذين دخلوا على المنافسة 74,486. نسبة لمن تقدم. نعم. بعدين 50,000 العام الماضي كان هناك جولة أخرى للقروض بدل مستنكفين، طبقتها الوزارة نتيجة الظروف اللي كانت موجودة في جائحة الكورونا، وهذا العام هذا هو العدد المبدئي اللي تم إعلانه، أو هو يعني النتائج النهائية، ولكن لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة بعد انتهاء المهلة المحددة للطلبة لاستكمال إجراءات الحصول على المنح والقروض وتسليم الكفالات أن يكون هناك حصر للشواغر المتبقية من القروض وإعادة ترشيح دفعة جديدة أخرى للاستفادة منها. طيب ممتاز أستاذ مهند، اليوم السؤال اللي بيشغل بال الطلبة في الجامعات، أنا قدمت وأنتم حاطين شروط ونقاط وأسس تتبعوها في آلية إفراز الطلبة الذين يستحقون المنح أو حتى القروض، لكن البعض من حقه يقول لك أنا بشكك في الآليات وشكك في الشروط الموجودة، أنا بستحق بس ما طلع لي. كيف اليوم بدها تثبت وزارة التعليم العالي إنه كل إجراءاتها في موضوع اختيار المنح والقروض هي شروط ممنهجة متبعة ودقيقة وعادلة في ذات الوقت؟ تفضل سيدي. بشكرك على هذا السؤال، السؤال هام جدا. أولا، تعليمات التي تحكم عمل صندوق دعم الطالب يتم مراجعتها سنويا. هذه التعليمات عدلت قبل عامين، واليوم كان هناك توجيهات من معالي وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس بتشكيل لجنة بشكل مباشر لإعادة دراسة هذه الأسس مرة أخرى وتقييمها، لأنه أنت سنويا تقيم من النتائج التي تصل إليها. سيدي الفاضل، تعليمات التي تحكم هذا العمل منشورة على موقع مديرية البعثات، وتحدد بشكل تفصيلي 1,000 نقطة التي يتم توزيع الطلبة بناء عليها للحصول على منحة أو قرض. هذا نقطة. النقطة الثانية سيدي، الوزارة بتاريخ 25/11 أعلنت لجميع الطلبة المتقدمين بياناتهم ومعلوماتهم، وفتحت باب الاعتراض لهؤلاء الطلبة لأكثر من 5 أسابيع. أي بيان من بياناتك غير دقيق أو صحيح اعترض وحمل وثيقة رسمية تثبت هذا الموضوع. أنتم بتردوا على أي اعتراض بالإجابة أو بالسلب؟ سيدي بالتأكيد. 19,887 اعتراض إلكتروني التي تم تقديمها، عدد ما كان منها اعتراضات صحيحة هو 5,658 اعتراض. بمعنى أن 28% فقط من الاعتراضات الإلكترونية التي تم تقديمها كانت اعتراضات حقيقية وثقت بوثائق رسمية، واستدعى أن تقوم الوزارة بتعديل نقاط الطالب وتعديل وضعه. الجزئية الأهم سيد الفاضل، اليوم إحنا أرسلنا لأبنائنا الطلاب 80,000 رسالة نصية بنتائج الطلبة سواء تم ترشيحه أو لم يتم ترشيحه، وفي تمام الساعة 8:00 الآن ونحن معكم على البرنامج تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية البعثات. يستطيع الطالب الذي لم يتم ترشيحه أن يقوم بالدخول إلى الموقع وأن يقوم باستعراض نقاطه وأن يقوم باستعراض اللواء الذي نافس فيه الطالب، أين كانت آخر نقاط أغلقت عليها المنحة، أين كانت آخر نقاط أغلقت عليها القرض. بل يستطيع سيدي لمزيد من الشفافية، وحتى تؤكد الوزارة على هذه النقطة، تم السماح للطالب أن يستعرض أسماء كل الطلبة الذين حصلوا على المنح والقروض في لوائه مع نقاط هؤلاء الطالب
الطلبة مع البيانات التي حصلوا بناء عليها على هذه النقاط. أنا بقارن طالب بقارن وفق المعلومات الموجودة 100%، لكن ما بصح له يعترض الآن. الآن الاعتراضات سيدي انتهت، احنا تحدثنا أن الاعتراضات كانت مرحلة سابقة مدة 5 أسابيع. الاعتراض الوحيد حقيقة الذي تقبل به وزارة التعليم العالي الآن أن يكون هناك خطأ حقيقي في بيانات الطالب لم تقم الوزارة بتصحيحه بناء على اعتراضه السابق، هذا بالتأكيد حق الطالب محفوظ والوزارة كفيلة بأن تقوم بالتأكيد. أو إذا قارن حاليا وفق المعلومات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني كما قلت بصح له 100%. أنت سيدي طالب في لواء من ألوية المملكة ولم تحصل على منحة أو قرض، استعرض بيانات المنح والقروض في لواءك، تستطيع أن تشاهد النقاط أين توقفت، تستطيع لكل صندوق ولكل منحة أن تستعرض من هم الطلبة في لواءك الذين حصلوا على هذه المنحة أو القروض وما هي نقاطهم وما هي بياناتهم، والوزارة كفيلة بأي خطأ أن تقوم بتعديله وإعادة الحق لصاحب الحق إن كان له حق في هذا الأمر. طيب أستاذ مهند، إحنا بنشوف أنت كما قلت 1000 نقطة لكل طالب، نعم، وبتترتب في نقاط المعدل التراكمي، في نقاط جوب الفقر، في نقاط المعونة الوطنية غير ذلك. هذه الأسس كيف تم وضعها؟ أي أساس مثلا نقاط المعونة ممكن تكون أعلى من نقاط المعدل التراكمي وعكس ذلك أيضا؟ نعم سيدي، سيدي الصندوق حقيقة معني بأن ينصف الطالب الفقير، ولكنه أيضا لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الطالب المتفوق أكاديميا. لذلك 1000 نقطة تم تقسيمها ما بين 600 نقطة على الأوضاع الاقتصادية للطالب وأسرته، و400 نقطة يتم رصدها على الوضع الأكاديمي للطالب. هذه 400 نقطة تحسب للطالب على معدل الثانوية العامة إذا كان بمستوى السنة الأولى، وعلى معدله التراكمي في الجامعة إن كان بمستوى السنة الثانية وما بعد. 600 نقطة سيدي توزع ما بين 150 نقطة لصندوق المعونة الوطنية، وعندما نقول بأن صندوق المعونة الوطنية يمنح هذه الأسرة معونة وطنية، علينا أن نعلم بأن صندوق المعونة يمارس دراسات وفرز بطريقة منهجية ودقيقة جدا، يستطيع أي شخص أن يطلع عليها على موقع الصندوق، وهذا ما دعا وزارة التعليم العالي للاستعانة بصندوق المعونة الوطنية كمؤشر. أيضا مدارس جيوب الفقر حسب تصنيفات وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم، هذه مدارس صنفت في أنها في مناطق جيوب فقر، تم وضع 150 نقطة عليها. كل أخ لك في الجامعة تأخذ عليه 100 نقطة، لأنه هذا يرتب عبء اقتصادي آخر على الأسرة. البعد والقرب ما بين مكان سكنك ومكان جامعتك أيضا هذا يرتب على الأسرة عبء اقتصادي لابد أن يتم أخذه بعين الاعتبار. وهنا سيدي نستطيع أن نرى بأنه بمنظورنا الحالي نعتقد بأنه هذه المعايير هي أعلى المعايير التي تحقق ما نستطيع أن نصل إليه من دقة ومن عدالة ومن تكافؤ الفرص، ولكن هذه المعايير ليست نهائية وهي قابلة للتغيير. وإحنا بنقرأ حقيقة كل التعليقات اللي بتيجي من الطلاب، يعني قبل سنوات أستاذ طارق كانت الوزارة تعتمد على الدخل الأسرة، لكن سيد الفاضل في لحظة معينة وجدت الوزارة أن هناك الكثير من الأسر الأردنية لا نستطيع أن نحدد دخولها لأنها غير خاضعة لا تقاعد مدني ولا عسكري ولا ضمان اجتماعي، فاضطرينا أن نعدل هذا المعيار إلى معيار آخر، لجأنا فيه إلى معيار المعونة الوطنية ومعيار دعم الخبز. دعم الخبز هذا العام توقف، تم توزيع نقاطه ما بين جيوب الفقر وما بين المعونة الوطنية. الوزارة منفتحة على أي اقتراحات يمكن أن يتقدم بها أي شخص في المملكة بهدف أن يتم مزيد من العدالة في هذه المعايير التي تقوم الوزارة بناء عليها على فرز الطلبة للمنح والقروض. طيب أستاذ مهند، احنا اليوم مدام نتحدث على الآليات والشروط ومين استفاد ومين ما استفاد ومين صح له ومين ما صح لهش، كما يقولون في موضوع المنح والقروض، دعني أستمع لي أطالب معنا الآن سوف ينضم في صوت المملكة، طالب أشرف أبو شلباية وهو متقدم أيضا لصناديق القروض والمنح الداخلية. أشرف أهلا بك في صوت المملكة. أشرف، أنت تقدمت للمنح والقروض الداخلية في الجامعات في هذه الدورة، بدي أسألك بالأول هل حصلت على أي منح أو حتى قروض بداية؟ تفضل. لا، لم أحصل على منحة أو قرض. أهلا، يعطيكم العافية أول شيء. الله يعافيك. بدي أحكي لكم من داخل صغير، يعني صراحة إحنا بعصر التعليم فيه ضرورة، وأغلب المتقدمين لصناديق المنح والقروض بحاجة هذا الدعم لإتمام مسيرتهم التعليمية، والمتوقع بشكل بديهي بكل عام ازدياد أعداد المتقدمين للمنح والقروض. نعم. وفي كل عام نعاني من نسب غير مقبولة المرتفعة دون تقديم أي تطور في الحلول المجدية، وكأن كل عام هو ظرف استثنائي تتفاجأ فيه الوزارة بعدد المتقدمين. تمام. جائحة طيب. كورونا، يعني إحنا زي ما تفضل أكمل
زي ما تفضل الأستاذ مهند، جائحة كورونا لم تعد ظرف استثنائي الآن، صار جزء من حياتنا وواقع تعايشنا معه. لم يعد مقبول كعذر لأي خلل في الهيكلة التعليمية أو العملية وفي مهام الوزارة. بالعكس، كورونا هي مبرر وسبب لشمول أكبر عدد ممكن من الطلبة عن طريق تقليل نقاط الاستفادة من الصناديق، نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيعيشها الطالب حاليا يعني، وتداعياتها إلى الآن على الوضع المعيشي. إذا أفهم من كلامك أشرف الطلاب إنك بدك من الوزارة إنه تهتم في موضوع النقاط وتزيد على موضوع المادي أكثر موضوع التحصيل العلمي. أكيد أكيد، لا ضروري يعني، هو إحنا كطلاب بنتفهم محدودية الموارد وإمكانياتها، إمكانيات الوزارة اللي بتمنع قبول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض، لكن هناك ثغرات أخرى كان ممكن تداركها يعني. مثلا اليوم مثل إحنا بنعاني، طيب إحنا بنعاني اليوم من عدم قبول نسبة تكاد تصل إلى النصف المتقدمين، مع كون نقاطهم مرتفعة جدا كما وضح الأستاذ مهند عند تواصلنا معه، إلى ارتفاع معدلات الطلبة بسبب نجاح راسب. ولكن هذا الارتفاع ما كان مقصور على الطلبة، بسبب ما كان مقصور هذا الارتفاع بفئات معينة أو بتخصصات أو بجامعات معينة، كان على الجميع، وبالتالي كيف ممكن أن يكون السبب؟ طيب اشرف بدي اسالك إن سؤال كان والله، السبب بطريق ما، انت تفضل. قدمت على المنح والقروض بس ما طلع لك، مضبوط مقتنع مرتاح انه ما طلع مضبوط. لي بهذا عدل؟ لا أكيد لا، لأنه عدد نقاطي كانت عالية، وبالنسبة لكل سنة ماضية كان يطلع لنا يعني بالعادة، إحنا على عدد النقاط هاي كان يطلع لنا منحة، وأغلب السنين لو أنه النقاط أقل بيطلع للواحد قرض يعني. فعدد النقاط هاي طيب السنة كانت كثير مرتفعة. اشرف ابقى معي، بدنا نرجع للاستاذ مهند حتى يعلق على بعض تساؤلاتك. استمعت لاشرف بيسال عن موضوع ليش ما تزيد النقاط على موضوع الوضع المادي في ظل جائحه كورونا وما تبعت ذلك الجائحه من تداعيات اقتصاديه مستمره حتى هذه اللحظه، اكثر موضوع المعدل التراكمي والتحصيلات العلميه، وانت قلت نوازن ما بين الوضع الاقتصادي وبين التحصيل العلمي. تفضل. نعم، بداية تحية لأشرف والله يعطي العافية ولكل شبابنا. بدي أحكي في أكثر من نقطة. أولا تفضل. قضية أنه في مفهوم غير واضح إلى الآن عند الطلبة والأسر حقيقة، اللي هو موضوع النقاط. أستاذ طارق، تفضل. الوزارة لا تتحكم بالنقاط، الوزارة لا ترفع النقاط ولا تخفضها، نقاط الحصول على المنحة أو القرض هي نقاط تتوقف بناء على نقاط الطلبة الذين يتنافسون في اللواء نفسه، وهذا مشابه للمعدل الثانوية العامة الذي يغلق عليه كل تخصص عندما تعلن نتائج القبول الموحد. بمعنى أنا كوزارة لا أحدد أنه والله في هذا اللواء أريد نقاط المنحة أن تتوقف هنا، أنا عندي عدد معين من المنح والقروض لكل لواء، أخذ الطلبة الأعلى نقاطا للمنح ثم الطلبة الأعلى نقاطا للقروض، وبالتالي بيظهر عندي في كل لواء وين اختلفت أو وين توقفت النقاط. لذلك هذا النقاط مش موضوع أن الوزارة تزيد عليه، ما بتقدر الوزارة تزيد عليه، الوزارة محكومة بعدد محدد من المنح والقروض، كل لواء له عدد بتنافس الطلاب فيما بينهم تتوقف النقاط، وهذا ما أعلنته الوزارة اليوم بكل شفافية. طب في هذه النقطة ثانية أستاذ مهند، أنا قرأت تعليقات عبر الفيسبوك، ليش ما يكون المنافسة على مستوى المملكة مش على مستوى اللواء؟ أنا منطقيا أنا بقول لا، هيك بيخسر الطالب صح؟ سيدي ما بزبط، لأنه لسبب بسيط جدا، أنا لو بدي أعمل المنافسة على مستوى المملكة زي ما ذكر أشرف سأجد أن هناك بعض الألوية اللي النقاط فيها 600، ستجد أن هناك ألوية النقاط سكرت فيها على 300 و400، لأنه أصلا هذه الألوية مصنفة جيوب فقر. اليوم سيدي إحنا عندنا التقسيمات الإدارية للمملكة 51 لواء، وهناك لواء إضافي لجرش كونه ما فيها ألوية، وهناك لواء افتراضي للشهادات العربية والأجنبية بتنافسوا على المنح والقروض. نعم. نتائجنا التي أعلنت اليوم، هناك 34 لواء من ألوية المملكة تم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها بالمنح والقروض بنسبة 100%، وهذا يثبت أن ما تعمل به الوزارة من أنظمة وتعليمات دقيق ومنصف. باقي الألوية تتفاوت نسبة التغطية ما بين 84%، وأقل لواء كان في ألوية العاصمة عمان قارب على 49%. لأننا نوزع المنح والقروض على الألوية حسب الأهمية النسبية لكل لواء، بمعنى حسب عدد المتقدمين في كل لواء ونسبتهم إلى العدد الإجمالي. طيب. النقطة الثانية بس بعد إذنك اللي فضل تحدث فضل. فيها الأخ أشرف اللي هو موضوع الناجح راسب. صح. لا ننكر بأن موضوع الناجح راسب كان له أثر في رفع المعدلات التراكمية لبعض الطلاب، ولكن هذا المطلب كان مطلب طلابي في تلك الفترة،
بينفعش الآن إحنا لما انتقلنا إلى مرحلة أخرى للمنح والقروض أصبح مطلبنا إن نغير التعليمات ونطلع المنح، نطلع المعدل التراكمي، خاصة وأن قضية ناجح راسب هو حق اكتسب الطالب بقرارات مجلس تعليم عالي بناء على أمر الدفاع رقم 7 والذي ارتأى فيه مجلس التعليم العالي تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائنا الطلاب في تلك الفترة التي انتقلت فيها مؤسساتنا من التعليم الوجاهي إلى التعليم الإلكتروني بشكل مفاجئ. طيب. أنا أعلق على نقطة إنه قلت لي لا مش شرط، لما حكى على موضوع نقاطي عدد نقاطي عالية لما سألته طلع لك ولا ما طلع لك، قال لي ما طلع لي عندي نقاط عالية، لو طلع لي السنة الماضية كان أنا أخذت منحة. لأنه سيدي السنوات الماضية في نفس اللواء اللي نافس فيه أشرف أن المنحة والقرض أغلقت على نقاط تختلف عن نقاط هذا العام. وهذا ما نتحدث فيه، أنه الموضوع عبارة عن نقاط الطلاب وبياناتهم هو ما يحدد في كل لواء أين سيتوقف المنحة وأين ستتوقف القرض. أشرف أنت استمعت للأستاذ مهند على هذه بس نقطة أخيرة طبعا. أشرف اقتراحك سيدي بقضية أنه يصبح جزء أو يصبح عملية المنافسة بالنقاط أكثر على الوضع الاقتصادي هو أحد السيناريوهات المقترحة، أن يتم تخفيض النقاط التي يتم وضعها على المعدل التراكمي، ولكن سيدي بالمقابل هناك شريحة كبيرة من أبنائنا الطلاب من أصحاب المعدلات التراكمية المرتفعة والمتفوقين بشكل حقيقي وليس نتيجة لظروف الناجح راسب، بيقول لك يا عمي أنا طالب متفوق ومن حقي أن أكرم على تفوقي وارتفاع معدلي وأن يكون هناك جزء من المعايير على هذا المعدل التراكمي. هو بطالب أتوقع بالموازنة على الأقل في ظل الظروف الحالية. يعني أنت بتحكي 600 ب 400، يعني أنت بتحكي أنه الكفة تميل أكثر إلى الوضع الاقتصادي أكثر منه من الوضع طيب. الأكاديمي. نرجع لأشرف بشكل سريع، أشرف عندك ملاحظات أخرى؟ مزبوط. هسه زي ما تفضل الأستاذ مهند، احنا بنفس الوقت لازم نراعي الوضع الاقتصادي، وحتى لو انه في طلاب متفوقين تمام، متفوقين لهم حقهم، وبس يعني الوضع الاقتصادي هو اللي بمنع طلاب يكملوا تعليمهم. هسه احنا في عنا اسباب اخرى، يعني سبب اعتقادنا انه كان له تأثير سلبي كبير جدا في عدم استحداث معايير دقيقة للوضع المعيشي والاقتصادي للطالب وأسس الأحقية. طيب اقترح علينا أشرف، اقترح علينا لو سمحت نقاط الدخل. تمام، إذا ممكن تقترح علينا معايير اقتصادية صديقي بيكون شيء كتير رائع. لقيت نقاط الدخل ونقاط دعم الخبز. المنح والقروض منطلقها أن يأتي من الوضع الاقتصادي والمعيشي للطلبة، رغم ذلك هناك قصور كبير وخلل في ترتيب الأحقية بناء على هذا العامل، وأيضا نظام الترشيح في الصندوق يعطي أولوية للطالب ذو الدخل العالي وموقع سكنه في المحافظات أخرى على الطالب الساكن قريب من الجامعة وما عنده أخوان لكن وضعه المادي سيء. ها يعني عندك ملاحظة على موضوع معايير الترشح أيضا. مزبوط. طيب. وأيضا تم وضع نقاط موقع السكن بناء على المدرسة اللي قدم فيها الطالب التوجيهي، وهو معيار خاطئ إن أردنا استدلال موقع السكن لقياس الوضع العام، ويجب الاعتماد موقع السكن الفعلي. هذا الموضوع لازم يتم النظر فيه. مش مكان سكن الطالب مثلا. طيب انا بدي اشكرك جزيل الشكر اشرف ابو شلباي، وانت متقدم لصناديق القروض والمنح الداخليه، ما طلع لك لكن ان شاء الله في يعني مرات اخرى تحصل على ما تريد باذن الله. استاذ مهند بدك ترجع تجاوب على بعض الملاحظات، ولكن اسمح لي بعد هذا الفاصل واسئل اكثر ايضا في موضوع القروض واليه السداد، ولكن بعد الفاصل. فاصل ثم نعود الى صوت المملكه. أهلا بكم إلى صوت المملكة من جديد، بالعودة الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ مهند الخطيب، أهلا وسهلا بك من جديد. بدنا نعقب بشكل سريع على ما قاله الطالب أشرف عندما تحدث عن موضوع معايير الترشح، وكما قلنا هي معايير نفس معايير من يحصل على هذه المنح أو حتى القروض، ولكن سأل عن موضوع السكن. إنه بتاخذوا موضوع السكن، موقع السكن، سكن الطالب ممكن يكون ساكن خارج مثلا البلدة، خارج محافظته، أم لمكان سكن العائلة. نعم.
بس بعجالة، فيه قاعدة رئيسية دائما لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. حقيقة كل إنسان فينا ينظر إلى التعليمات منصفة أو غير منصفة بقدر ما تحقق له مصلحته أو غايته الشخصية. وهذا طبعا شيء طبيعي موجود فيه وفيك وفي الجميع، يعني مش عيب، عرفت علي؟ الفكرة اللي بدي أوصلها سيدي أنه إحنا كوزارة التعليم عالي دائما حريصين في معاييرنا بالذات لأغراض المنح والقروض أن نبحث عن معايير تستطيع أن تحصل عليها كمعلومة دقيقة وصحيحة من جهة حكومية رسمية. بمعنى أنا الطالب 100 نقطة على مكان السكن، إذا كان الطالب يدرس في جامعة داخل نفس اللواء بيأخذ 25 نقطة، في جامعة خارج لواءه 50 نقطة، في جامعة خارج محافظته 75 نقطة، في جامعة خارج إقليمه 100 نقطة. وهذا بالتأكيد لأنه بيترتب نوع من الأعباء الاقتصادية كمواصلات وحركة وسكن على الطالب. المعلومة أينما كان سكن الطالب، لواء الثانوية العامة المثبت على شهادة الثانوية العامة. لأنه أنت لما بتنهي ثانوية عامة الآن وبتيجي بتقدم لي طلب مباشرة للمنح والقروض ورحت سجلت مباشرة بالجامعة ما بين حصولك على كشف العلامات وتقديمك لطلب المنح والقروض 3 أشهر، فأنا أفترض أنك تدرس في مدرسة، المنطق بيحكي أنك بتدرس في مدرسة بجانب مكان سكنك. كم حالة بدها تكون لو يعني خلينا نفكر أنه لو بدنا نمشي بمقترح الأخ أشرف وكل الاحترام والتقدير له، إذا أنا بدي أضطر إلى أوراق غير رسمية لتحديد مكان السكن، ولك أن تتخيل أنه هذه الأوراق كم ستكون نسبة عدم الدقة والمصداقية في هذا، ولذلك لتحصيل أعلى النقاط. لذلك سيدي إحنا كما ذكرت لك نعتمد على معايير دائما تكون معايير مبنية على معلومات دقيقة وصحيحة صادرة من جهة حكومية رسمية حتى يكون فيها بت رسمي ما في أي مجال للنقاش. أستاذ مهند، لكسب يعني الوقت اليوم عندنا كثير من النقاط نناقشها، ولكن تحدثت أنه من حصل على القروض من نسبة من حصل اليوم 51 في 149% منح. موضوع القروض وآلية السداد في عليها شيء يتغير؟ حتى هذه اللحظة لا، حتى هذه اللحظة لم يتغير. وبالمناسبة أنا بتمنى من كل أبنائنا الطلاب اللي حصلوا على المنح والقروض وتم ترشيح أسمائهم اليوم ضرورة الدخول إلى موقع مديرية البعثات، لأنه في خطوات مطلوب منك أن تقوم بها سواء كنت حاصل على منحة جزئية أو كنت حاصل على منحة كاملة أو قرض. وإحنا حقيقة هذا العام سوينا حوسبة بنسبة 100%، حتى قضية مراجعة وزارة العدل لاستكمال إجراءات الكفالة هناك رابط من وزارة العدل تتقدم بطلب إلكتروني له وتختار كفالة، ولا تقوم كطالب بمراجعة وزارة العدل نهائيا، بل يقوم كفيلك بمراجعة الوزارة عندما تصل رسالة نصية بذلك. فالأمور محوسبة بشكل كامل، ولكن نتمنى من أبنائنا الطلاب أنهم يتابعوا هذه الإجراءات حتى لا يفقد الطالب حقه في الترشيح. بالنسبة لعملية السداد ميسرة صح؟ يعني حسب قرار مجلس الوزراء الأخير اللي صدر قبل فترة أنه لا يتم السداد من الطالب في موضوع القروض إلا إذا كان قد حصل على رقم للضمان الاجتماعي، علما حقيقة أنه هذا القرار كان خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة ظروف كورونا، ولكنه كان له تأثير سلبي كبير على موضوع الإيرادات التي تتوفر للصندوق بشكل سنوي. كما ذكرت لك نحن حريصين على المحافظة على المصادر المالية لهذا الصندوق حتى نستطيع الاستفادة واستمرار مسيرته مستقبلا، وقد يصبح هناك تغيير على هذه الآلية حقيقة ونعود للآلية القديمة اللي أنه الطالب يقوم بسداد القرض بعد 5 سنوات من حصوله على هذا القرض، وهي أيضا وسيلة ميسرة وكانت يعني تحقق لأبنائنا الطلبة مصلحة كاملة، إلا الطلبة اللي لا يستطيع فعلا يعني يثبت فعلا عدم قدرته على السداد يستطيع مراجعة مديرية البعثات لتقديم الوثائق التي تثبت ذلك ويتم مخاطبة مديرية الأموال الأمنية. في ناس ما سدت من سنوات طويلة ما عليها غرامات صح؟ لا سيدي، هذا قرض حسن ما في عليه أي غرامات، وإحنا بنتابع يعني كل سنة بسنتها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ومع مديرية التقاعد المدني، وبنرسل بشكل مباشر أسماء الطلبة اللي استحقت عليهم سداد القروض حتى يبقى هذا جزء من الإيرادات السنوية للصندوق. طيب إحنا السنة الماضية أعطينا 50,000 طالب منح وقروض، السنة هاي 47,000 طالب، 146 طالب للمنح والقروض. البعض بيسأل اليوم كم مدخرات صندوق المنح والقروض؟ الصندوق سيدي متوفر فيه كان 45 مليون، معروف يعني واضح ما في ما كل سنة 45 مليون. نعم ولا بيزيد حسب على الطلب الزيادة وين بتصير أخ طارق؟ كما ذكرت لك إحنا في عنا 10 ملايين ثابتة في ميزانية الوزارة وفي عنا 25 مليون من الدعم الحكومي للجامعات. الفرق سيدي ما بين 35 وال45 أو 40 مليون سنويا، هذا هو الفرق عبارة عن قيمة المبلغ الذي نتمكن تحصيله من سداد أقساط القروض. طيب وهذا هو الرقم المتغير سنويا. طيب في طلاب بيسألوا عن موضوع طلبة التجسير، نعم، انه بيتم حرمانهم من المنح والقروض، في شيء يتغير عليهم؟
أبدا سيدي، وبشكرك، هذا سؤال هام جدا حقيقة. طلاب التجسير لم يتم حرمانهم من المنح والقروض نهائيا، وأنا أعي إيش الفكرة اللي بيحكوا عنها الطلاب. هم يتحدثون عن منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب اللي هي المنح الكاملة. هذه المنح سيد الفاضل تشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة ثانوية عامة وأن يكون بمستوى السنة الأولى فقط، وبالتالي لا يحق لطلاب التجسير أن يتقدموا للاستفادة من هذه المنح الكاملة، ولكن طلاب التجسير من حقهم أن ينافسوا على المنح والقروض الداخلية. وبدي أطمنهم للي ما شاف نتائجه، إحنا طلاب التجسير اللي تقدموا هذا العام 2007 طلاب، تمام؟ منهم 1468 طالب تم ترشيحهم لمنح وقروض، يعني غطينا 73% منهم. منهم 598 طالب حصلوا على منح جزئية و870 طالب حصلوا على قرض، وبالتالي أخذوا حقهم ولم يعني يتم حرمانهم بالتأكيد سيدي. طيب أستاذ مهند، أنا قبل الحلقة حكى معي طالب ومن إمعان بيقول لي على عيني وراسي أهل شمال أهل الوسط لما يجي يدرسوا في الجامعات في جامعات الجنوب بياخذوا منح. طب أنا كطالب من الجنوب لما أطلع على جامعات الوسط أو الشمال ليش ما بعطوني؟ الرد بسيط سيدي، أنا ذكرت لك الآن أنه هناك 34 لواء من ألوية المملكة تم تغطية المتقدمين فيها بنسبة 100% بالمنح والقروض. أغلب هذه الألوية هي ألوية إقليم الجنوب العزيز علينا، وبالتالي إذا كنت أنا مغطيك بنسبة 100% وإنت في مكانك، سواء كنت تدرس في جامعة الحسين بن طلال أو الطفيلي أو جامعة البلقاء أو أردنية العقبة أو كنت بالخارج، لأنه كما ذكرت لك إحنا يعني الجامعة تأخذ بعين الاعتبار البعد والقرب عن مكان السكن. وما عندوش مشكلة بالقروض، كان أذكر حكى موضوع المنح سيدي، بعض أغلب الألوية شملت بالمنح. يعني سوينا إحنا بننفذ على مستوى الألوية سيدي داخل نفس المحافظة، وفي ألوية اكتملت المنح فيها بنروح بنجيرها إلى ألوية أخرى داخل نفس المحافظة ثم داخل نفس الإقليم. فجوابنا عليه أنه فعلا أنت أغلب ألوية الجنوب أوريدي مغطية بمنح جزئية وبقروض. طب هذا فيما يخص محور المنح والقروض، الآن ننتقل لمحور جديد اليوم. إن شاء الله ألف مبروك لكل اللي نجحوا في الثانوية العامة في الدورة التكميلية، ومتوقع كما قلت تصريحاتك أستاذ مهند أنه الأسبوع المقبل يبدأ التقديم لدى وحدة القبول الموحد في لدى وزارة التعليم العالي. اليوم بدنا نحكي نصائح للطلبة. أنا قعدت معك هاي القعدة في بداية الفصل الدراسي الأول للجامعات، وكنا نحكي يا طلاب وين رايحين، روحوا على التخصصات الأكاديمية المهنية والتقنية. مش عارف حسب ما خرجت من معلومات والمخرجات الأخيرة في شيء تغير؟ فعلا كان في توجه لهذه التخصصات. يعني شوف، أنا حقيقة من خبرتي المتواضعة كمدير وحدة تنسيق قبول الموحد أعتقد بأن هناك ثقافة في المجتمع يعني ليس من السهل تغييرها، ولكن لن نمل وسنستمر في هذا الموضوع، لأنه أنا يعني لاحظت في بعض المؤشرات الجيدة كانت خلال موسم القبول الحالي. الآن سيدي إحنا كما ذكرت إحنا الأسبوع القادم بإذن الله صباح يوم الأحد سنطلق موقعنا الإلكتروني محدثا بالبيانات والمعلومات، وبالمناسبة عدد التخصصات التي سيتم طرحها للقبول على الفصل الدراسي الثاني هي 396 تخصص من أصل 554 تخصص كانت مطروحة على الفصل الدراسي الأول الماضي. السبب في ذلك هناك تخصصات سنوية لا يتم طرحها للفصل الدراسي الثاني مثل الطب وطب الأسنان، هناك تخصصات أوقفها مجلس التعليم العالي أوقف القبول فيها بناء على تنسيب هيئة الاعتماد نتيجة لكونها تجاوزت الطاقات الاستيعابية، وهناك تخصصات حسب صلاحيات وقانون التعليم العالي الأردني الجامعات نفسها لم تنسب بأعداد للقبول في هذه التخصصات، وبالتالي قائمة التخصصات هي 396 تخصص يستطيع الطالب أن يستعرض هذه التخصصات اعتبارا من صباح يوم وواضح فيها القادم. المشبع أو الراكد كما حدث في الفصل الدراسي موضح للطالب المشبع والراكد ليس فقط على موقع القبول الموحد، بل من زيادة اهتمامنا حتى يعني لعلنا نساهم في تعديل هذه الثقافة في شاشة الخيارات في طلب القبول الموحد. لما يختار الطالب جامعة وتخصص معين سيظهر مقابل هذا التخصص لون معين يحدد هل هذا التخصص راكد أو مشبع أو مطلوب. العام الماضي على الفصل الدراسي الأول حقيقة أنا شاهدت إقبال كبير جدا، كان هناك آلاف الطلاب حطوا خياراتهم الأولى من العشرين تخصص الجديدة التي تم استحداثها على بداية الفصل الدراسي الأول، الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والتخدير والإنعاش كلها تخصصات جديدة تم طرحها. ولكن هذه التخصصات أغلبها موجود، يعني جزء منها موجود على الفصل الدراسي الثاني وجزء آخر غير موجود. أنا بتمنى من أبنائنا الطلاب حقيقة الآن أنت أمامك وقت كافي 4-5 أيام حتى تبدأ عملية التقديم اللي بتوقع إن شاء الله إنها تكون اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء القادم اللي هو 15/2/2022 وتستمر حتى الساعة 12 يوم السبت مساء الذي يليه، يعني بتوقع 4-5 أيام كافية
خذ وقتك في عملية تعبئة الطلب، اطلع على كل البيانات والمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. نحن نوفر لك معلومات هامة جدا عن طبيعة التخصصات، عن مجالات العمل. أحيانا كثيرة بيكون الطالب عنده فكرة عن تخصص معين، وعندما يقرأ طبيعة هذا التخصص أو مجالات العمل تجده بيختلف 180 درجة. أيضا هناك بوابة إلكترونية هامة جدا، هي بوابة اختر تخصصك. هذه البوابة لا تقل أهمية عن الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. هذه البوابة عرضنا عليها دراسات رسمية وعلمية من ديوان الخدمة المدنية تتحدث عن التخصصات الراكدة والمشبعة، بيانات من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التخصصات الراكدة والمشبعة، بيانات ومعلومات حاولنا نجمعها من الدول المحيطة بنا والدول الإقليمية. هناك فيديوهات تعطيك فرصة كيف تفكر خارج الصندوق. ليس من الضروري أن يكون معدلك المرتفع سبب في توجيهك إلى تخصص من التخصصات المطلوبة مجتمعياً، ولكنه قد لا يوفر لك فرصة عمل مستقبلاً. آن طيب. الأوان أن نفكر خارج الصندوق. طيب، إحنا انتهى وجهت الآن نصائح أستاذ مهند. لنستمع إذا في ملاحظات أو أسئلة من قبل الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية، وأنتقل إلى الطالب محمد عمبي وهو طالب ثانوية عامة من الفرع العلمي. محمد يعطيك ألف عافية. محمد الله يعافيك يا رب. الله يسعدك. مش عارف أقول لك نجحت أنت؟ كم جبت معدل؟ الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل أكرمني الله عز وجل بالنجاح، حصلت على معدل 87.5 بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل دعم الأسرة الأهل مدارس السلطة الثانوية للبنين أم المدارس. بداية حابب أنوه على شيء كثير مهم. أنا من الطلاب اللي متفوقين الحمد لله رب العالمين أكاديميا، دائما من وأنا صف خامس ما بنزل نهائيا معدلي عن 99.7 أو 99.9، لكن أكيد الظروف أحيانا بتحكم. فبالثانوية العامة بالتوجيهي أكيد صارت ظروف، جبت بالدورة الأولى 74.6. هسا ممكن المشاهدين يطرحوا فكرة إنه ليش بتعملوا لقاء مع طالب 87.5؟ حقيقة لا، إحنا دائما هذا احترام للكل دائما، أكيد فيش حدا بيعلق هذا الشكل. تفضل يا محمد. أكيد طبعا، لكن الفرحة كانت من الطلاب، من المعلمين اللي تواصلوا معي وأكيد دعموني اليوم ومشكورين جدا، إنه الأغلب علق إنه أنا الحمد لله رب العالمين حكولي أجمل تعليق، إنه بالأغلب الطلاب أغلبهم بيرفعوا من نص علامة لخمس علامات، أنا الحمد لله رب العالمين بهاي الدورة رافع ما يقارب 12 علامة وتسعة عشر. طيب ممتاز، ألف مبروك محمد ويعطيك ألف عافية. ولكن بسألك أنا اليوم إحنا نحكي على التخصصات الراكدة والمشبعة. محمد أنت منتفر علمي 87.5، شو بتوقع تدرس؟ شو بدك تدرس؟ الحمد لله صراحة أنا كان طموحي الطب، للأسف الطب ثانوي، وبرضه أيضا للطب وجراحة الفم والأسنان. حاليا أنا بشوف بالنسبة لي طبعا اللي هو خياري إنه احتمال يكون تكنولوجيا صناعة الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. وفق هذا المعدل بصح له أستاذ مهند؟ خلي استمع أستاذ مهند محمد. بدي أسمع للآخر بس، إيش ملاحظته؟ تفضل، عندك ملاحظات محمد؟ أو سؤال، إيش ملاحظتك؟ أي سؤال للأستاذ مهند؟ لا لا. طيب أنا بدي أشكرك جزيل الشكر محمد عنبي، وأنت طالب ثانوية عامة في الفرع العلمي، وهذه كانت عينة فقط من طلبة الناجحين في الدورة التكميلية. بدي أرجع لك أستاذ مهند نحكي أكثر حول الموضوع، إنه البعض اليوم بده ينتقل لتخصصات، وتحدث عن موضوع تخصص يعني بأذكره بشكل جيد صدقا، هو موضوع تكنولوجيا صناعة الأسنان. تكنولوجيا صناعة الأسنان صح له في هذا المعدل؟ هو للأسف هذا التخصص غير مطروح على الفصل الثاني، غير مطروح. بس هذا لا يعني أنه الموضوع انتهى. أولا أنا بدي أحييه على جهده في رفع معدله حقيقة 12 علامة، هذا شيء يعني يشكر عليه، وأتمنى لك كل التوفيق يا محمد. وإذا يا ربنا ما أراد بالطب وطب الأسنان فهي خيرة من الله، قد يكون باتجاه شيء آخر. هلأ سيدي، أنت على الفصل الدراسي الثاني لم تجد هذا التخصص ضمن التخصصات المطروحة، ولكن قد تجد تخصصات طبية أخرى هناك مواد مشتركة بينها وبين هذا التخصص تستطيع أن تلتحق فيه، ويمكنك على بداية العام الجامعي القادم أن تتقدم بطلب قبول موحد جديد وتنافس مرة أخرى على تخصص صناعة الأسنان. طب وفق هذا المعدل شو ممكن تنصحه؟ هلا يعني شوف، خليني أحكي لك شغلي. إحنا كما ذكرنا علمي يعني كما ذكرنا إحنا سابقا إنه
عملية القبول في الدورة التكميلية الحالية مرتبطة بعملية القبول على الدورة الصيفية الماضية، بمعنى المعدلات التي أغلقت على العام الماضي الفصل الدراسي الأول هي نفسها المعدلات اللي راح تكون لهذه الدورة التكميلية، قد ترتفع حسب معدلات طلاب الدورة التكميلية. وبالتالي نسبة النجاح مرتفعة، كانت 68%. نعم، ولكن فيش معدلات حالية، يعني في نسبة النجاح مرتفعة بس ما في تضخم بالمعدلات. هنا الطالب بيستطيع يدخل على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، حط الفرع وأدخل المعدل، ستظهر لك في الجامعات العشرة ما هي التخصصات التي يحق لك المنافسة عليها، ولكن هذا التخصص حقيقة لن يظهر لك لأنه غير مطروح للقبول على الفصل الثاني. على الفصل الثاني. طب انت، احنا نحكي دائما، البعض بسمعنا ما شاء الله بتحكونا دائما تخصصات مهنية وتقنية، حكونا أسماء أستاذ مهند، شو ممكن تنصح الطلبة؟ والله بدي استفيد، استثمر وجودك معنا سيدي. يعني قاعدة، يعني بسمع بالأمن السيبراني، العالم كله بيقول لك في حوالي ملايين الوظائف في المستقبل القريب. صحيح، هذه الوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل الآن. هلا سيدي، بقاعدة عامة، أي تخصص أكثر من 50% من خطته الدراسية هي خطة عملية، هذا يعتبر تخصص عملي. إذا كنت تريد أن تبحث عن تخصصات مهنية وتقنية بشكل دقيق، ادخل على موقع جامعة البلقاء التطبيقية واستعرض التخصصات التي يتم طرحها في كليات المجتمع على مستوى الدبلوم. وهذه التخصصات بتعطيك فرصة انك تحصل على شهادة الدبلوم وتشتغل، وممكن ايضا اذا حققت المعدل المطلوب للتجسير ان تجسر، اغلبها فيها تخصصات بتجسر على تخصصات هندسية. وفي تخصصات أستاذ طارق اللي تتعلق بإصلاح الهواتف الخلوية، السيارات الكهربائية، السيارات الهجينة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، في بعض التخصصات الطبية التي كشفت جائحة كورونا حاجبنا إلى وجود كوادر فيها، مثل التخدير والإنعاش وتكنولوجيا الأشعة، موجودة بكليات كما المجتمع. قلت نخلص من الثقافة المجتمعية، ابني دكتور، ابني مهندس وبس. لا تجعل معدلك في الثانوية العامة هو فقط دليلك في الدخول إلى تخصص الذي ترغب بدراسته، خاصة إذا كان معدلك مرتفع. طيب أستاذ مهند، أكيد الطلبة اللي نجحوا بالدورة التكميلية لهم حق الاستفادة من المكرمات الملكية. نعم، نرجع نحكي فيها كيف ممكن يستفيدوا، ولكن بعد الفاصل. فاصل ثم نعود إلى صوت المملكة. أهلا بكم إلى صوت المملكة من جديد، بالعودة الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ مهند الخطيب. أستاذ مهند، قبل فاصل سألنا عن موضوع كيف ممكن لطلبة الناجحين في التوجيه الدورة التكميلية يستفيدوا من المكرمات الملكية، كيف؟ نعم سيدي، إحنا القبول على الدورة التكميلية لابد أن يعلم الجميع أنه لا يوجد تنفيذ لأي نوع من أنواع المكرمات الملكية أو أي نوع من أنواع التخصيصات الواردة في السياسة العامة للقبول. القبول فقط قبول تنافس حر حسب الشواغر المتوفرة وحسب معدلات القبول وحسب الأعداد. الطلب اللي عندهم مكرمات يستطيع الآن أن يتقدم بطلب للقبول الموحد وينافس حسب التنافس الحر، وعلى بداية العام الجامعي القادم إذا لم يكن قد استفاد من المكرمة سابقا وحقق شروط المكرمة المحددة حسب الجهة التي تنفذ هذه المكرمة، يستطيع على الدورة الصيفية القادمة أن يتقدم بطلب قبول موحد جديد وطلب آخر للاستفادة من المكرمة، فحقه محفوظ سيدي. طيب حقه محفوظ. طب أستاذ مهند، أسألك عن موضوع الطلبة، بيسألوا موضوع الطلبة المعيدين، كنتوا تربطوهم زمان بالمعيدين، اليوم في حكي أنكم راح تربطوهم مع الطلبة النظاميين. نعم سيدي، وضح لنا هذا قرار هام جدا حقيقة، وهو يعني نحكي بشرة لأبنائنا الطلاب كان فيها مطالبات. إحنا قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر بقبول طلبة الدورة التكميلية، وكما ذكرنا لأنها عملية استكمال للقبول على الدورة الصيفية الماضية، الطلاب اللي على الدورة التكميلية الحالية كطالب نجح لأول مرة، معدلات القبول له مربوطة بمعدلات الطالب المنتظم الذي نجح لأول مرة على الدورة الصيفية الماضية. الطالب المعيد على هذه الدورة علاماته أو معدلاته مربوطة بمعدلات الطلبة المعيدين، ولكن اليوم مجلس التعليم العالي استعرض نتائج الثانوية العامة، وجدنا أنه عندنا 12,012 طالب، هؤلاء طلبة معيدين على الدورة التكميلية، بمعنى أنهم طلبة رفع معدل. هؤلاء الطلاب أكثر من 80% منهم هم طلاب من جيل 2003 الذي لم تتاح له فرصة إعادة إلا هذه المرة، فوجد المجلس أنه ليس من المنصف أن يتم ربط هؤلاء الطلاب المعيدين هذا العام هذه الدورة بمعدلات المعيدين للدورة الماضية، لأنها كانت متضخمة جدا بسبب
إعادة الطلبة لأكثر من مرة. الآن سيدي الدورة التكميلية الحالية، الطلاب النظاميين الذين نجحوا لأول مرة والطلبة المعيدين طلبة رفع المعدل، الجميع مربوط بمعدلات الطلبة النظاميين على الدورة الصيفية الماضية، وهذا يحقق مصلحة كبيرة جدا لأبنائنا المعيدين، أصبح أمامهم فرصة أكبر في عملية القبول. في عملية القبول وتخصصات أيضا ما كان حسب التخصصات المعيدين، لأنه حلو ممكن أن تصحلو. نعم. لأنه لو بقوا على معدلات المعيدين السابقة كثير من التخصصات ستكون أمامهم مغلقة، ولكن الآن انفتحت عليهم فرصة أكبر في 396 تخصص اللي راح تكون مطروحة، وهذا القرار اتخذ اليوم. نعم. طيب استاذ مهند، احنا اليوم لم يبقى معنا الا حوالي دقيقتين نحكي عن الوضع الوبائي في الجامعات، احنا مقبلين على العودة للفصل الدراسي الثاني في 27 من هذا الشهر، هل سوف تكون العودة أكيدة في ظل هذا الرقم الكبير من الإصابات في المملكة؟ هذا أول نقطة، تفضل. نعم سيدي، حتى هذه اللحظة يعني ينظر وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بأن الحرم الجامعي ما زال بيئة ليست ناقلة للعدوى وبيئة مستقرة وبائيا. حتى هذه اللحظة عندنا أكثر من 96% من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين البالغ عددهم 377,020 شخص حصلوا على جرعتي المطعوم، ثم جاء أمر الدفاع رقم 35 الذي دخل حيز التنفيذ من 1/1/2022، كان عندنا 42,137 طالب لم يحصلوا على جرعتي المطعوم. اليوم سيدي حتى تاريخه بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على جرعتي المطعوم من 1/1/2022 وحتى الآن بلغ عددهم 32,052 طالب، وتبقى لدينا فقط 10,000 طالب و85 لم يحصلوا على جرعتي المطعوم. إضافة إلى ذلك بتمنى من طلاب الدورة التكميلية الآن اللي حصلوا على الثانوية العامة سرعة الحصول على جرعتي المطعوم قبل أن تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد النتائج حتى تتمكن من دخول الحرم الجامعي واستكمال إجراءاتك. بالنسبة لآلية التدريس في الفصل الدراسي الثاني، حتى هذه اللحظة الآلية هي نفس الآلية التي طبقت في الفصل الدراسي الأول، تعليم وجاهي مع تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني. طيب. في مؤسسات التعليم، شفت الملاحظات اللي كانت في الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، موضوع كمان فيما يخص أيضا 10,000 طالب الذين لم يتلقوا الجرعتين اللقاح في ظل أمر الدفاع 35، كيف تعاملوا معه؟ سيدي تعاملنا والحمد لله، هي صار حركة إرباك أول 48 ساعة. ليس لأن الطلبة لا يعلمون عن أمر الدفاع، بل لأن أبنائنا الطلبة تفاجأوا بأن الجامعات تشددت في تطبيق أمر الدفاع، وكان تواصل معالي الوزير مع رؤساء الجامعات. كما يعلم الجميع أن الامتحان التكميلي للطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي يعقد عادة في نهاية الفصل اللاحق، فطلب معالي الوزير من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، والكل حقيقة مشكورين وبدون تخصيص تعاونوا وقاموا بعمل جلسات للامتحان التكميلي مباشرة بحيث يتمكن الطالب من إنهاء امتحاناته، خاصة الطلبة الخريجين شريطة الحصول على جرعتي المطعم. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد وأيضا الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، يعطيك ألف عافية، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا سيدي، الله شكرا لك، يعطيك ألف عافية. بهذا ننهي صوت المملكة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.